الليبرالية في اللغة هي الحرية، وكانت رد فعل للكبت الديني والسياسي والاقتصادي اللي تعرض له الإنسان الأوروبي نتيجة سيطرة الكنيسة والإقطاعيين والأمراء على المقدرات ومعاناة الفرد منهم. فكانت فكرة الحرية الشخصية وحرية الفكر وحرية التعبير وجعل الدولة حارس لهم. تطور المفهوم وأصبح يشمل الليبرالية السياسية كنظام سياسي، وأخذت الفلسفة في القرن 18 منحى آخر بعد أن لمع فيها الفلاسفة الفرنسيون وسيطرة الفكر السياسي الغالب عليه الطابع التحرري. نتيجة الأجواء السياسية اللي مرت بها فرنسا قبل الثورة الفرنسية وما بعدها، ومن الفلاسفة دول جان جاك روسو، فيلسوف وكاتب ومحلل سياسي سويسري. أثرت أفكاره السياسية في الثورة الفرنسية تأثير شديد وكذلك في الغرب، وكانت نظريته العقد الاجتماعي، وهو عقد بين الحاكم والمحكوم، فمن حق الفرد أن يختار حاكمه، وده بيكون شرعية الحاكم واستمراره في الحكم بخلاف السابق من تسلط الأمراء والإقطاع ودعم وتحالف الكنيسة ليهم. وكمان بالإضافة لفولتير، وهو كاتب ذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية ودفاعه عن الحريات المدنية، خاصة حرية العقيدة، واعتبرته الجمعية الوطنية الفرنسية واحد ممن بشروا باندلاع الثورة الفرنسية. فكانت الفلسفة نتيجة تلك الأجواء تميل كثيرا إلى السياسة، فكانت الثورة الفرنسية بمثابة زلزال ضرب فرنسا وامتدت أثاره على الإقطاعيين ورجال الدين في فرنسا وضعف نفوذهم والسماح بصعود طبقة جديدة. ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل إنه امتد ليشمل عدد من الدول الأوروبية واللي تأثرت بما حدث. ثم ظهرت الليبرالية الاقتصادية، واللي بتقوم على الاقتصاد الحر وعدم تدخل الدولة في السوق، بل تجعله يضبط نفسه من خلال العرض والطلب. وكانت الرأسمالية هي النبت الشرعي للليبرالية الاقتصادية. أما عن الأسباب المفسرة لنشوء الليبرالية الكلاسيكية، أولاً نتيجة للتطور العلمي وسيطرة النزعة التجريبية على الفكر. فكان للنظريات العلمية دور كبير في التأثير على الفكر والفلسفة في الغرب، وكان اكتشاف نيوتن للجاذبية دور كبير في الفكر، فأصبح إن للكون قانون طبيعي بيحكم الأجسام ومستمد من الطبيعة وموافق ليها ولا يتغير ويمكن أن يدركه العقل البشري. وبالتالي تم إسقاط السلوك ده على الإنسان باعتباره كائن مادي بتحكمه قوانين آلية صارمة مستمدة من الطبيعة من وجهة نظرهم، وإن الأفراد بحكم اتسامهم بالعقل بيشتغلوا على تحقيق مصالحهم الخاصة في إطار القانون ده، وعلى الحكومة إنها تلتزم بتمهيد السبيل لنفس القانون لتحقيق مصالح الأفراد وبالتالي إسعادهم، وكمان إنها تكف عن التدخل في شؤون الأفراد إلا لتوفير الأمن الداخلي والخارجي. ثانياً، ظهور طبقة وسطى صاعدة تمتلك أدوات الإنتاج نتيجة للتطور الصناعي والتعارض في المصالح بينها وبين الطبقة الإقطاعية وتدخل الحكم الملكي لصالح الإقطاع. ونجحت الطبقة الصاعدة في إحداث تغيير من خلال القضاء على سيطرة الكنيسة الكاثوليكية وظهور ما يسمى بحركة الإصلاح الديني البروتستانتي لإبعاد الدين عن الأمور الدنيوية والسياسية والرجوع للمبادئ الروحية، وكمان قيام الثورات الإنجليزية والفرنسية ضد الملكيات المطلقة واللي أرست مبادئ الليبرالية في المجال السياسي مثل كراهية السلطة التعسفية ودعم الحرية. وفي الاقتصاد أكدت على الأفكار الداعمة لحرية التجارة وعدم تدخل الدول في الشأن الاقتصادي، واستطاعت أن تقضي على الإقطاع والحكم الملكي المطلق لصالح الطبقة المالكة لأدوات الإنتاج الصاعدة، وأرست أفكارها كأساس للحياة الاجتماعية فصاغت القوانين الداعمة لحقوق وحرية الأفراد. أما عن الأفكار السياسية اللي استندت عليها الليبرالية الكلاسيكية فهي كالآتي: الأساس الأول الإنسان، فالطبيعة البشرية أنانية ومدفوعة بحب الذات، وما يحرك الحياة دافع اللذة والألم، فما يجلب اللذة هو خير وما يجلب الألم هو شر، وللسبب ده يجب ترك الحرية لكل فرد عشان يقرر مصلحته، ولكن بشرط دون أن يلحق الأذى بالآخرين وفق القانون الطبيعي. اتأسس على الافتراض ده مبدأ الاقتصاد السياسي باستغلال عيب الإنسان في البحث عن مصلحته الخاصة ليكون طريقه للتقدم الاقتصادي، فالإنسان يعلم أين مصلحته ولذلك يجب تركه حرا دون التدخل في شؤونه، فالطبيعة الأنانية تعلمه أين يكمن أفضل شيء بالنسبة له، والبشر عقلانيون، والنفعية دليل العمل الإنساني في الأولويات اللي بيضعها الفرد في كل موقف.
وهي اللي بتميز الإنسان عن الحيوان. وبالافتراض ده يبقى أصحاب المشاريع والمستهلكين بتحكمهم الرشادة والعقلانية في سلوكهم اللي ممكن توصلهم لتحقيق أكبر فايدة ممكنة، واللي بتأدي لأفضل توزيع للعمل وراس المال واستهلاك البضائع. أما بالنسبة للسياسة، فالساسة والناخبين بتحكمهم العقلانية هم كمان لتحقيق أكبر منفعة في جو بتسود المنافسة. وبكده فإن النظام السياسي زي السوق بيحقق الديمقراطية والتوازن، فالإنسان بيسعى للذة من أجل سعادته، وما فرقتش الليبرالية بين السعادة الدنيا والسعادة العليا، بل ساوت بينهم وجعلت السعادة محصورة في الأشياء المادية وبس. الأساس الثاني علاقة الإنسان بالمجتمع. الأفراد هم الوكلاء اللي بيصنعوا المجتمع، فالمجتمع مجرد مجموعة من الأفراد المكتفين بذواتهم، وجعلت من الفرد بقدراته وخصائصه له وجود مستقل. والمجتمع مبني على الاتفاق والعقد الاجتماعي بين أفراده على أساس من الرضا والاختيار، والمجتمع لا يعد أكتر من أداة يستطيع الأفراد من خلاله إشباع قدر من حاجتهم، فالأصالة للفرد المكون للمجتمع. في مقابل نظريات تانية رأيت إن المجتمع أولاً. الأساس الثالث الدولة. فالحكومة شر لابد منه لحماية مجتمع الأفراد من كافة التهديدات، فهي نتيجة ضعف الأفراد في حماية أنفسهم، فالدولة عدوانية فاسدة غير فعالة، وبتكون أفضل لما بتحكم أقل. فاشتغلت على تقليص دور الدولة والنظر ليها إنها بمثابة الحارس الليلي وبس، بتقتصر وظيفته على حماية القانون والنظام. فسلطة الدولة بتمثل تهديد خطير لحرية الفرد، ولمواجهة ده اشتغلت الليبرالية على إيجاد وسائل لحماية حرية الفرد، ومن الوسائل دي الفصل بين السلطات ووضع الدستور لمنع الحكومة من خرق القانون، والعمل على حماية الحق في الترشح والاجتماع والتعبير، وكمان الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية للتأكد من حصول الفرد على أكبر ضمانات للحرية. الأساس الرابع الملكية. فدفعت عن كل ما هو خاص من منطلق النزعة الفردية، وهي حماية الحقوق الفردية واللي على رأسها الملكية الخاصة، فالرغبة في الاكتساب والربح أمور غير قابلة للهدم في الطبيعة الإنسانية، لابد من المحافظة عليها لعدم هدم حافز العمل. ونتيجة للاستناد على مفهوم الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة أو تدخلها في نطاق محدود، وإن السوق حر كفيل بإصلاح أخطائه بنفسه وتحقيق التوازن العام، أدت في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 لعديد من الأزمات الاقتصادية وتصاعد الهجوم على النظام، خاصة من أنصار الليبرالية الجديدة، على اعتبار أن هذا النظام هو المتسبب الرئيس في زيادة الأسعار وتدني الادخار وركود الاستثمار وتراجعه. لم تستطيع الليبرالية الصمود كتير في ظل التطورات اللي لحقت بالمجتمعات الغربية على الجانبين السياسي والاقتصادي، وفي نهاية القرن 19 بات جليا انهيارها وخطأها، وده اللي هنتعرف عليه في الحلقة الجاية، وهي الليبرالية الجديدة.